السيد يوسف أبو علي عضو حركة أبناء البلد في سخنين، يعني من خلال المنشور الذي تم توزيعه اليوم على أهالي سخنين قلتم بالتحريض، يعني اتهمتم بلدية سخنين أنها حرضت على عدم رفع العلم الفلسطيني أثناء مباريات كرة القدم، وبالتالي يعني تم استدعاء بعض المشجعين للتحقيق في شرطة مسقاب. يعني حسب رأيك يوسف، يعني بلدية سخنين معها حق إنه فيش حاجة ندخل السياسي بكرة القدم؟ أول شيء السياسي وكرة القدم كل العمر وهن مع بعض، يعني فيش كرة قدم بدون سياسي. وإنه اليوم إحنا كرئيس بلدية وكرئيس إدارة يحرض على رفع العلم، هذا إشي مقسي. إحنا اليوم العلم مسموح يرفعه، إن كان مؤسسات يهودية كان نتنياهو مسموح يرفعه، كل العالم بيرفعوا العلم، إحنا كفلسطينية ممنوع نرفع العلم. وإنه استدعوا الشباب، ليش الشرطة ما استحت تسألن ليه على رفع العلم؟ استدعتن واتهمتن إنه بيعملوا مشاكل، مش لين نرفعوا العلم، لأنه العلم مسموح نرفعه. اليوم لما لعيب وعيلة الأبيب بغانا بيرفع العلم الإسرائيلي بلعبة كأس العالم، ليش بنكيف وإحنا مسموح؟ الباسك لما مسموح نرفع علامة إنه بيرفعوش علم أسبانيا مسموح. إحنا بالذات إنه صرنا ممنوع علمنا نرفعه، ليش؟ ليش إحنا دائما كل الإشي المسموح للعالم صار إحنا عندنا مرفوع؟ ليش؟ لأنه إحنا عايشين بهاي إحنا عارفين إنه هاي مؤسسة كلها عنصرية، بس إحنا يعني أقل ما فيها هذا علمنا ما نرفعه. شو يعني مو مسموح نرفعه؟ يعني أنا مش فاهم وين الغلط، يعني إذا إنسان بده يجي يرفع العلم الفلسطيني. يوسف، يعني أنتوا كحركة أبناء البلد بتطالبوا إنه يبقى العلم الفلسطيني مرفوع في مباريات اتحاد هذا مصر. إشي منشدد عليه إنه يرتفع بكل لعبة. ليش يعني بطار ليه أقول لك شغلي؟ ليش يعني لما أخذنا كأس العالم أسولين لما لف حاله بعلم كاس إسرائيل الدولي. كأس الدولي لما أسولين لف حاله بعلم إسرائيل لا ما حدا حكى معاه. ليه لما حطوا على الطاولات علم إسرائيل بوقت الاحتفال ما حدا حكى معاه؟ إذا صار العلم الفلسطيني ممنوع لا ما نرفعه بكل لعبة. البطار القدس لما بمزع القرآن وبيصيب على النبي محمد صلى الله عليه وسلم لما بيصيب عليه وبيجي بيحرق الباص، هاي الدولي ما بتجدش، بتجد على علم اللي هو مسموح نرفعه. ليش يوسف؟ يعني بتعرف يعني هناك صار يعني هجمة إعلامية من قبل الإعلام الإسرائيلي على رفع العلم الفلسطيني. يعني بلدية سخنين وإدارة اتحاد سخنين يعني هي إنه قالت إنه فيش حاجة لرفع العلم الفلسطيني، إنه بدهاش تأجج يعني الموضوع أكثر مما بيستاهل أكثر من اللازم. بعرفش إذا هني خوف من المصالح تاعت الفريق، إنه إذا في واحد يهودي دعم الفريق خايفين إنه ما يدعموش، ما فكرش هيك المسألة بتمشي. أو إنه رئيس بلدية ورئيس الإدارة يحكوا، لازم يحكوه. إحنا لازم نحكي كفلسطينية برضو، إحنا بسش إحنا خلاص يعني إحنا ما إسرائيل إحنا مش يهود. إذا هني بيطالبوا بيهودية الدولة ورفضيننا، إحنا نيجي نرفض علمنا ونرفض جنسيتنا؟ ما هن رافضين اخرى احنا بدنا نشدد معاهن؟ يعني ايش البدنياته؟ يعني اتحاد سخنين ايش اللي بيشافوا انه الفريق يعني ماشي، يعني هاي العنصريه بدها تخرب علينا الفريق يعني وتخلي الجمهور يتقاتل مع بعضه علشان ما نرفعش العلم؟ لا ما نرفع العلم، شو المشكله يعني؟ شو المشكله؟ كل انسان يرفع العلم بده اياه لما مسموح، لو انه ممنوع يجي حسبني، اما لما مسموح انا بدي ارفع كل علم مسموح بالعالم، شو له عندي؟ ما كان علم فلسطين وكان هي علم، ليه العلم البرازيلي لما بنرفع ما حدا بيسأله؟ ليش العلم الدنماركي اللي ما حدا بيسأل؟ احنا حرين ماشي، بس هو معروف انه تاريخيا انه حركة ابناء البلد كانت ترفع العلم وهو ممنوع، يعني ما بالاحرى طبعا لما احنا كنا نرفعه وهو ممنوع، اسا هو مسموح ما نرفعه بالضبط. اسا يوسف يعني كلمة توجيهية لرئيس بلدية سخنين ولرئيس إدارة فريق سخنين بهذا الموضوع، إيش بتقول لهم؟ بدي أقول لهم ليما مرة لما حد جول ورفع البلوزي وكتب تدار با شارون وأحلام مهرالي شارون هاي وما حدا حكى معاهن، أقل ما فيها ما يسألوش هاي الناس اللي بترفع علمنا. وبدي أقول لهم شكرا، يعني بكفي، عيب عليك وعيب على كل بني آدم بنزل هذا العلم اللي إحنا كل العمر بننادي عشان نرفعه.